اهلا بكم مشاهدينا وهمزة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. مني المناخ الإعلامي في السنوات القليلة الماضية بحالة من التضارب الكبير. هذا التضارب أثر على كل مناحي الحياة التي ترتبط بالإعلام بشكل أو بآخر. هذا التضارب أو هذا المناخ الذي عانى من العملية الإعلامية كان يحتاج إلى وقفة حقيقية لتقنين أوضاع الإعلام من خلال قانون يحكم العملية الإعلامية وينظم المناخ الإعلامي بصورة حقيقية، وها هو القانون يتم سنه وأيضا مناقشته على أوسع نطاق من أجل مناخ إعلامي حقيقي، ومن أجل أيضا مناخ إعلامي يفرز حالة ثقافية مجتمعية حقيقية. ماذا عن قانون الإعلام الجديد؟ ما له وما عليه وما المأمول منه، وأيضا ما هي أهم البنود التي تم مراعاتها لخلق حالة إعلامية حقيقية في المجتمع المصري؟ سؤال حلقة اليوم يطرح الكثير ويلقي الضوء حول هذا الموضوع، والسؤال للمتابعة: في رأيك كيف يسهم قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في تنظيم العمل الإعلامي؟ في رأيك كيف يسهم قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في تنظيم العمل الإعلامي؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تشاركونا رأيكم فيه، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة الإنترنت من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، إنستغرام، عبر همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي يمكنكم تسجيل آرائكم المختلفة حول قانون الإعلام والصحافة من خلال هذه المواقع. نحن في انتظار مشاركتكم المختلفة اليوم في حلقتنا لنفتح معا بابا للحوار. دعونا نبدأ الموضوع أو سؤال حلقة اليوم بإلقاء الضوء حول موضوعها من خلال الفقرة التالية. مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشأن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور. ويشمل مشروع القانون 89 مادة بشأن تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. أسامة هيكل مقرر اللجنة ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار أكد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية، والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، كما يعمل على وضع الضمانات التي تجعل ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وأثار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه جدلا واسعا بالأوساط الصحفية لعدم اشتماله على أي ضمانات لحقوق الصحفيين بالمؤسسة. قانون الإعلام الجديد، ما له وما عليه. التقرير حاول أن يلقي الضوء حول أهم البنود الرئيسية التي طرحها القانون بشكل أو بآخر. سنعاود الحديث حول موضوع قانون الإعلام، لكن اسمحوا لنا أن ننتقل معكم على الهواء مباشرة لبث وقائع مؤتمر صحفي يجمع كل من إيران وتركيا حول الأحداث الأخيرة في حلب بسوريا. مشاهدينا، دعونا فيما تبقى لدينا من دقائق قليلة نستكمل حلقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مجددا. دعوني أذكركم بحلقة اليوم وهي حول طرح قانون الإعلام الجديد الذي تسعى مصر من خلاله لوضع أسس حقيقية للإعلام المصري المرئي والمسموع. استعرض هذا القانون الكثير من الجوانب التي تهتم بوضع آليات وأسس حقيقية للإعلام المصري. دعونا نستعرض فيما تبقى لنا من وقت آرائكم المختلفة حول مبادئ التي يجب اتباعها من وجهة نظركم في هذا القانون، أو ما ترونه ضروريا في هذا القانون، على وعد بأن نكمل في حلقة أخرى، لكن دعونا نستعرض أهم هذه الآراء، وهي
جوزيف خليل يرى أنه على الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بنشر ميزانياتها خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية. يبدو أنه يعرض بالفعل البنود الأساسية التي نص عليها في مشروع القانون، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دوري مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية والقانونية ومشروعياتها. على الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافي المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة. جوزيف خليل يحاول أن يستعرض أهم النقاط التي نص عليها القانون في مجال المراجعة الحسابية أو الاقتصادية للكيانات الإعلامية صحفية وإعلامية. تعالوا ننتقل لرأي آخر، وهو لعادل أبو شنب. عادل أبو شنب بيسهم قانون تنظيم الصحافة والإعلام في ضبط العمل الإعلامي، في حرية الفكر والتعبير بشكل كامل، لضبط مناخ وبيئة العمل الصحفي والإعلامي بشقيه الخاص والمملوك للدولة، وبناء منظومة إعلامية تقوم بدورها في نقل الحقيقة لجمهور الناس بحرية وشفافية ومهنية ودون قيود. ننتقل إلى ممدوح أبو عاصي. نعم، يسهم قانون الصحافة والإعلام في ضبط المنظومة الإعلامية عامة والحفاظ على المصداقية والشفافية في الخبر، الذي قد يؤدي إلى عمار البلاد وأيضا يؤدي إلى هلاكها. فنعم، لقانون الصحافة والإعلام قد يؤدي للحفاظ على جميع المؤسسات. وفقنا الله لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد، وتحيا مصر. هذا هو كان رأي ممدوح أبو عاصي. استعرضت هذه الآراء سريعا، فعفوا منكم إن كنت قد فعلت هذا، ولكن هذا ما تبقى لي من وقت. دعوني أيضا أحاول أن أخذ رأي المتخصصين في عجالة أيضا ومعي على الهاتف. سيظهر الاسم حالا على الشاشة، وهو للأستاذ أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام مجلس النواب، والدكتور حسين حنفي، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية. أستاذ أسامة، أهلا بك، سأبدأ معك الحوار. أستاذ أسامة، ما في عجالة، ما الذي يوفره القانون الجديد للإعلام؟ يعني إعادة الانضباط للمشهد الإعلامي المصري بعد العشوائية والفوضى التي تمت خلال السنوات القادمة. ودعيني أقول لك أن صورة الإعلام في المصري في الخارج أصبحت صورة للأسف الشديد يعاني منها أعضاء الجالية المصرية في كل بلدان العالم. فكان قانون الإعلام، المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، تضع نواقيس الخطر على أن هذا العبثية في هذا المشهد لابد أن تكون أستاذ أسامة. أهم هذه الضوابط التي نص عليها القانون، أنا أعرف أنني أقاطعك، أنا أسفة لهذا، لكن الوقت لدي قصير جدا. أعتقد أهم حاجة أن يكون هناك حالة رد، وهناك عقاب للقنوات التوك توك، وتكون هناك آليات حقيقية من خلال القانون عند مخالفتها للثوابت الإعلامية. دعيني أقول لك أننا الآن، أنا نيل الأخبار، وأنا قلت هذا في مطبخ المجلس. تخيلي أن حضرتك قناة زي الجزيرة في مرة صغيرة بتسوق صورة مصر في الخارج والدولة المصرية والمؤسسة العسكرية. أنا أطالب واقترحت هذا في اللجنة، أن تكون قناة نيل الأخبار، وهي إحدى قنوات الماسبيرو التابعة للشعب المصري، أن تكون هناك حالة الدولة المصرية في الخارج لتقوم بتوضيح كل المغالطات التي يقوم بها تنظيم الدولة الإخوان والآلة الإعلامية الإلكترونية والإعلامية للإخوان في الخارج. وهذا أهم جزئية في هذا القانون. الآن عاد الموضوعية والقانون بلا تقييد لحرية الإعلام والصحافة. نعم أستاذ أسامة، السؤال الذي يطرحه البعض هو لما كان الفصل ما بين مؤسستين للصحافة والإعلام؟ أنا رفضت عملية الفصل في هذا، لأنك يا سيدتي لا يمكن أن تناقش الرأس بلا جسد، أو الجأس أو الرأس أو الجسد بلا رأس. أعتقد كنت طرحت في لجنة الإعلام أن ضرورة أن يتم مناقشة قانون الهيئات الإعلامية، ثم نأخذ موافقة من ناحية المبدأ على قانون تنظيم الصحافة والإعلام. نعم. لأن هو فيه محتوى ومضمون حقيقي، لأن هو قانون الحريات التي تضع الضوابط لمشهد الإعلام المصري. نعم، أيضا البعض عاب على القانون الجديد تجاهله لشروط إصدار الجرائد واهتمامه في المقام الأول برأس المال ومصدره. أعتقد المفروض أنني أهتم
بان القوانين اللي تطلع تكون قابله للتطبيق. لا يمكن ان اطرح ان الجريده تبقى فيها 20,000 عامل وعلى مبلغ معين من المال. كان هناك اقتراح من نقابة الصحفيين ومن الجماعه الصحفيه ان يكون متوسط عدد العمال 4,000 حتى يكون قابل للتنفيذ وكذلك تسكيره. اعتقد القضيه ليست في القوانين ولكن وجود اليات للتطبيق هذه القوانين، وهذا ما اخشاه في المرحله القادمه. لماذا تخشاه يا استاذ اسامه؟ الا ترى ان هناك رؤيه متكامله للعمليه الاعلاميه في ظل هذا القانون الذي يهيئ لمنافع اعلامي حقيقي؟ الا يناقش قانون تنظيم الصحافه والاعلام في المرحله القادمه وندخل في قضيه اللائحه التنفيذيه ثم يستمر سنوات طويله، ويكون الهدف من اصدار قانون الهيئات هو الغاء المجلس الاعلى للصحافه وتعيين 54 رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير. هو هناك الكثير من النقاط حول هذا الامر في الحقيقه، تحتاج لوقت طويل فعلا للمناقشه حول ما سيلغى وما سيحل محله وما ضروره الالغاء. انفراد سريع. كنت اتفقت، كان الاخ النائب ساره بوتيت تقدم باقتراح انا من حق اعضاء اللجنه المؤقته للنقابه الاعلاميه ان يتم ترشيحهم في الانتخابات لانها خبرات رقميه. الان منذ دقائق تم سحب هذا الاقتراح ولا يحق لاعضاء اللجنه المؤسسه ان يترشحوا، وهذه كارثه كبرى. استاذ اسامه دعني اتوقف معك عند هذا القدر. بالطبع هذه ليست مناقشه كافيه باي حال من الاحوال لهذا الموضوع الشائك الممتلئ بالنقاط التي تحتاج لراي وراي اخر والكثير من المتخصصين. اشكرك استاذ اسامه شرشر عضو لجنه الاعلام بمجلس النواب على هذه المداخله السريعه حول قانون الاعلام، ولكن دعوني اوضح ان هذه ليست حلقه كامله لمناقشة الموضوع. سوف تكون هناك حلقة وربما حلقات من برنامجكم همزة وصل لمناقشة الموضوع بشكل حقيقي متكامل في الأيام القادمة، ولكن نظرا للأحداث العاجلة التي وفتنا في هذه الحلقة تبقى لنا أن نطرح سؤال حلقة الغد الذي سوف نتابعه معكم، وهو كيف ترى قرار الحكومة بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر؟ السؤال مرة أخرى، كيف ترى قرار الحكومة بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تشاركونا إياه بتسجيل آرائكم ومناقشة إن شاء الله غدا قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. وهمزة وصل جديدة دوما هي باب للحوار بيننا وبينكم. شكرا لكم.